النهارده هنشرح سينا مصنفه من الشخصيات الانشانتر او الماركس مان، بتلعب سبورتا او اي دي سي. الباسيف بتاعتك انك بتلم الارواح اللي بتقع من المينيون او الاعداء لما بتموت او اي عدو، هتضربه مرتين ورا بعض في 4 ثواني هتسحب منه روح، وهتعمل له من 2 ل 16% بيزيكال دامج على حسب الليفل بتاعك، وكل روح هتلمها هتزودك 1 دامج اساسي، وكل 20 ميست هتلمهم هتزيد 15% من رينج الضرب بتاعك، وهيتحول الكريتيكال الزياده ل 35% بيزيكال باف. السكيل الاول عباره عن ضربه بتعمل من 40 ل 160 زائد 40% دامج اساسي، ولو الضربه جت على صاحبك هتهيله من 40 ل 130 زائد 40% دامج اساسي زائد 25% ابيليتي اساسي، وكل بيزك هتضربه على العدو هيقلل ثانيه من كل داون اول سكيل. تاني سكيل عباره عن شويه ارواح بتهدفهم على العدو، ولو لبسوا فيها يعملوا له من 70 ل 250 زائد 70% دامج اساسي، وبعد ثانيه العدو هياخد جوت لمده ثانيه هو وكل الاعداء اللي حواليه. تالت سكيل لما بتدوس عليه بتتحول لشبح من 6 ل 7 ثواني وهي حد من اصحابك هيدخل معاك في الضباب هيتحول لشبح ومش هيتشاف، وهياخد 20% موف سبيد. الالت بقى عباره عن ضربه بطول الماب، واللي هيكون في نص الضربه بالظبط هيتعمل له من 250 ل 500 زائد 100% دامج اساسي زائد 50% ابيليتي اساسي، واصحابك هياخدوا شيلد من 120 ل 200 زائد 40% ابيليتي اساسي زائد 4 على كل ستاك بتجمعه لمده 3 ثواني.